يا ريتني مثلك. ايش؟ كذا تسوي اللي تبغيه وما همك ولا احد. ليه افكر في احد ما دام ما في احد يفكر فيني؟ بس فيصل يفكر فيكي. انا اللي ابغى اعرفه كيف خليتيه يتقدم لك. انا طلبت منه. ايش؟ قلت له. كنت حسبك مجنونة بس طلعتي انت عقل واحدة فينا، ما استنيت النصيب، سويت نصيبك بنفسك. بس كيف عرفت انه فيصل بيسايرك؟ كيف عرفت انه يحبك؟ كل ما جيت عيونه تطالعني، وكل ما رحت ألقاه يناظرني. أنا أحب الالتزام، مو معناته النادي مو مصرح يصير هالتسيب كله. والله الظاهر ان انا مودي بنتي نادي مو مجلس حريم. ايش قصدك يعني؟ اللي سمعتيه جود، البنت جت تسالني اذا اعرف واحد صايع يتزوجك؟ هي ما فهمت السالفه، سمعت طراطيش كلام وخلاص. شوفي جود، شوفي جود، البنت لسه صغيره، روج الحريم هذه ما ابيها تسمعها. تبين تتزوجين تزوجي بعيد عنها. خليني افهمك. تبين واحد صايع؟ ايش الاشياء اللي تعلمينها البنت؟ سكري يا بنت الحلال، سكري هالتليفون. الو؟ سمي ابو عامر. جايتنا مخالفه من البلديه، يقولون انهم بيسكرون الجراج. ليش؟ اكيد اكيد في جيران لنا مشتكين علينا. هلا. الو، مرحبا، كيفك؟ الله يسلمك، من معاي؟ بصراحة أنا ما بعرف اسمك، فشو أنا ديكي؟ اسمي سما، ما بقول اسمي الحقيقي. بصراحة أنا كتير معجبة بالبلوك تبعك، وكتير بحب أسلوب سردك للقصص، وكيف بتناقشي القصص الواقعية بالمجتمع السعودي، مش بس لأنك بتدافع عن المرأة، بس أسلوبك كتير حلو. احنا حابين انه احنا نترجم المدونه تبعتك اذا بنفع، واذا حابه كمان تنضمي معنا للجريده الالكترونيه. طيب متى تبون جواب؟ يعني فينا نقول اسبوع. صراحه مقالاتك كثير حلوه وبتجنن، بس احنا بهمنا هالفتره انه ننشر المقالات مثل المقالات اللي كتبتيها اخر فتره. بس الصراحة هذه آراء شخصية، وما أحس إني أنا الشخص المؤهل اللي أقدر أنتقد على ذا المستوى. ف I think you're calling the wrong person. اسمعي يا سما، إحنا بدنا واحدة تعبر عن رأي البنات اللي مثلك، بنات جيلك. إذا كتبتي بدبلوماسية من غير أي سبايسز بالمقال ما حدا رح يقراه. أوكي، برجع أكلمكم. شكراً.